اهلا من جديد مشاهدينا، اسعد الله صباحكم بكل الخير. نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق على الهواء، ونسعد ان تنضم الينا الان داخل الاستوديو الدكتوره رؤى عاطف، طبيبه صيدلانيه المتخصصه في مجال المكملات الغذائيه، لنمضي معها عبر فقره عافيه. اهلا بك واسعد الله كل اوقاتك. اهلا وسهلا بكم، سعيده جدا بالاطلال عبر قناه الشروق، واتمنى يكون استضافه جميله لطيفه مفيده للجميع. في الفتره الاخيره بقينا نهتم كثير جدا باطفالنا، نهتم كمان بامر المكملات الغذائيه المعروفه جدا، بنعرف دائما قيمتها الغذائيه. واحده من المكملات الغذائيه دي فيتامين، هو بيعالج مشكلات كبيره جدا بالنسبه للاطفال. فنتكلم عن المكمل الغذائي ده بالنسبه للطفل تحت سن الخامسه، اهميته بتكمن فين؟ طيب خلينا في البداية نعرف أصلاً هي الوجبة الغذائية المتكاملة هي شنو؟ الوجبة الغذائية المتكاملة هي الوجبة اللي بتوفر للطفل احتياجه اليومي من كل الفيتامينات والمعادن المحتاج لها والبروتينات ومواد الطاقة. بيحتاج لها الجسم عشان ينمو نمو صحي سليم، مقدرات ذهنية وبدنية عالية، وجسدية واستيعابية عالية. نقص الغذاء ده أو إذا انتقصت واحدة من المكونات دي نسبة لأنه يكون في مشكلة في الامتصاص أو الاستهلاك، ما المشكلة دي أدت لأنه الجسم ما أخذ كفايته اليومية، ممكن تأثر في أنها تعمل مشاكل تأثر على الطفل طول فترة حياته. فالفترة بتاعت الخمس سنين الأولى من عمر الطفل هي فترة مهمة جدا، لأنها هي اللي بتحدد مسيرة حياته باقي العمر بيكون كيف. ليه؟ لأنه الفترة دي هي بيكون فيها أسرع معدلات للنمو بالنسبة للأطفال، بيكون فيها البناء للأنسجة للخلايا للدم للعظام، وبرضه النمو الفكري والعقلي بتاعه. نعم جميل. طيب لو عاوزين نقف في اسباب واعراض سوء الغذاء اللي احنا بنتكلم عنه للاطفال، كيف الامهات يقدروا يتعرفوا عليها والاسر برضه؟ طيب ابرز الاعراض الممكن تكون واضحه هي حاليا مشكله التقزم. الامهات دائما بيحضروا الطابور الصباح بالذات في بدايات السنين الدراسيه. نعم. فبتلاحظ انه الاطفال بالذات في السنه اولى وثانيه في نسبة بتاع التقزم عالية جدا بقت منتشرة. زمان بيكون في الفصل واحد واثنين وبيقول له يا قصير، حسه هو الدفعة كلها بقت كده. فالمشكلة دي انتشرت شديد. فأول عرض هو التقزم. التقزم بنعرفه بنقول هو نقص الطول بالنسبة للعمر. العرض الثاني بنسميه الهزال، لك كم لام من لحم الدنيا. أنا ما أعرف، أنا محتاج الليلة واحد من الناس كنت أقول لي قصير، ما أعرف حيكون مين فيهم، لكن بعد أطلع. طيب نواصل. طيب العرض الثالث هو نقصان الوزن، ونقصان الوزن ما نقصان طبيعي، اقل او بنسبه عاليه شديد مقارنه بالحاجه الايديل او المثاليه المفروض تكون بالنسبه لعمر الزول ده. جميل. طيب يا دكتور، سمعنا وشفنا في البوسترات كان على في شوارع الخرطوم او شوارع اخرى من ولايات السودان عن الجوع الخفي، وتساءلنا كثير يعني شنو الجوع الخفي، واحده من الحبكات الدعائيه اللي كانت حاصله. فيعني شنو الجوع الخفي؟ يعني بعد ظهر فيتامينه. هو طبعا الجوع الخفي اسلوب تشويق اكثر من انه دعايه. الهدف الاساسي منه الناس بتفتكروا انه شغل تاع ماركتينج وكده، لكن هو مصطلح حقيقي علمي. الجوع الخفي بيرمز لنقص المغذيات الدقيقه الغذائيه اللي بيحتاج ليها الجسم في وجبه الطفل او وجبه البني ادم يعني ككل. بصوره اوضح بيقصدوا بها الفيتامينات والمعادن، ما كل المغذيات. ليه بسموها الجوع الخفي؟ لانه انت ممكن يكون قدامك الزول متحرك لكن ما ظهر عليه اعراض، لكن لو اخذته وعملت له تحليل تلقى عنده مشاكل كبيره سواء ظهرت اعراض او ما ظهرت. في بعض الناس ما بتسهر عليهم وناس بتسهر عليهم اللي هي بتكون متمثله في التقزم والهزال ونقصان الوزن وغيره، وناس ما بتع... ما بت... ما بت... يعني ما بتكون ظاهره، بتعاين له ده كويس صحته كويسه مبغبغ ده مرطب كويس، لكن لما تجي تعمل له اي اناليسز او تعب كده تلقى عنده مشاكل كثيره هو ما واعي لها، عشان كده تسمى الجوع الخفي. جميل. طيب هل 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 انتم متابعين الوضع؟ عندكم احصاءات مؤشرات علامات عشان ما نتكلم ونقدر نتكلم عن المؤشرات والمؤشرات والاحصائيات عن الوضع التغذوي للاطفال في السودان؟ طيب عالميا مشكله الجوع الخفي هي ما موجوده في السودان بس، موجوده على مستوى العالم في 34 دوله حول العالم بينتشر فيها مشكله الجوع الخفي. السودان من ضمن الدول. اذا اعتبرنا انه في على مستوى العالم في ال 34 دوله دي فيهم 184 محليه تعاني من الجوع الخفي او سوء التغذيه، السودان براهو فيه 59 محليه. فدي بتشكل نسبه كبيره جدا اللي هي حوالي 32% من مشكله العالم.
منظمة الصحة العالمية بتقول إذا كان النسبة بتاعت المشكلة دي الجوع الخفي أو سوء التغذية وانتشار الأنيميا في الأطفال من 6 شهور ل 5 سنين يتعدى 20%، مفروض ندق ناقوس الخطر ونخد الناس دل تحت المتابعة. والحل الفوري نسبة لأنه لو ما تعالجت هتطلع مشاكل بتأثر في خلل في وظائف الدماغ، الاستيعاب في المدرسة، ممكن الأطفال يموتوا مثلا بأسباب هي قابلة للوقاية. يعني الطفل يموت بسبب إسهال مثلا، حاجة ممكن تتلحق. وبرضه ممكن تأثر عليهم تاني مشكلة التغذم. في دراسات من وزارة الصحة العالمية في السودان بتقول لك إنه في خلال 15 سنة الجاية لو ما تم إزعاف المشكلة دي حيكون في 450 مليون طفل يعاني من سوء التغذية، وعدد كبير. أيوة، في السودان نسبة التقزم 38%. نسبة الأنيميا الناتجة من نقص الحديد في السودان 88% من حالات الأنيميا سببها نقص الحديد. 28% من حالات نقص فيتامين ألف في السودان متوفرة. ولو جينا نمسك حتى اليود، ممكن بدأ ثقافة جديدة الملح المدعم باليود كده، عملوا عليه إحصاءات في 2011 فقط 9.5% من الأسر السودانية بتستخدم، وهي ديل هي المغذيات الدقيقة اللي بتتحكم في مشكلة الجوع الخفي، عشان كده كان لازم يكون في إيجاد للحل فيها. طيب الأسر السودانية الآن بتتابعنا، في ناس استخدموا لأبنائهم فيتامينو وفي ناس لسه طبعا على امتداد السودان الحبيب، عشان نقنع ست البيت الشاطر اللي بتتابعنا الآن إنه ده فيتامينه صحي بالنسبة لطفلك، الخصائص اللي بتميز بيها شنو وطعمه كيف، خاصة إنه الأطفال مرات استصاغ الطعم عندهم في مشكلة فيه. طبعا طيب فيتامينه هو مكمل غذائي فريد من نوعه، يمكن يكون أول تجربة مكمل غذائي للمغذيات الدقيقة في السودان. خصائصه بوفر 10 فيتامينات و9 معادن، فيتامين ألف أو A، فيتامين دي والسي E، كل البي كومبلكس جروب بي 1 بي 2 بي 6 بي 3 وبي والفوليك اسيد او اللي هو بي 9 وبي 12، بالاضافه للمعادن اللي هم الحديد السيلينيوم الزنك والنحاس واخيرا الحديد. المغذيات دي هي متوفره في فيتامين وبي نسب بحيث انها ما تتعارض مع التطعيم السنوي اللي بيتم للاطفال للاطفال ما دون سن الخامسه، ما تتعارض اذا كانت الاسره بتستخدم ملح مدعم باليود، ما تتعارض مع الطفل اذا كان حتى بياخذ في اي سبلمنت ثاني او مكمل غذائي ثاني، محسوبه بدقه حسب حوجه الطفل السوداني. طيب دي مكوناته. خصائصه شنو؟ اهم حاجه في فيتامين ومميزاته ما فيه طعم، ما فيه لون، ما فيه ريحه، خالي من السكر والالوان الصناعيه والمواد الحافظه. فما بيكون عنده اشكاليه مع اي طفل. كده لو صحت دقيقه، ما فيه طعم ده، هل بيستعمل مع يعني منتج اخر مع اي حاجه ثانيه مغذي اخر؟ يعني ما فيه طعم ده شويه كده محتاجين وقفه، استعماله كيف طيب؟ لو ما فيه طعم ده؟ ما فيه طعم هو طبعا عباره عن ظروف صغيره، نفس الحجم تاع الظروف تاع السكر تاع ناس السكر ده. جرام واحد في اليوم بتحتاج الجسم اليوم. فمن ناحيه كيمياء ما حتشعر به، ومن ناحيه انه ما فيه طعم ليه برغم من انه فيه فيتامينات ومعادن، حاصل تغليف للفيتامينات والمعادن اللي فيهم بماده بحيث انه تعمل ماسكينج او تخفي الطعم، عشان الطفل ما يشعر انه فيه هنا في علاج في دواء في فيتامين، وما يتسبب في اثار جانبيه لانه معروف المكملات اللي فيها الحديد تعمل مشاكل في البطن للاطفال وكده. فنحن عشان نتجنب الحته دي عملنا الكوتينج ده. فانا اقصد استعماله، معلش يا حسام، طيب. استعماله مع منتج ثاني تقصدي انت مثلا الظرف اللي ذكرتيه انت ممكن نستعمله مع منتج ثاني ولا كيف؟ ولا هو براو ممكن يتخلط يتعصر ولا ما يتعصر طيب. يعني يتكب بودره في طبعا. في كوب يعني. الظرف ال1 جرام فيتامينه بيتم خلطه مع الوجبه بتاعت الطفل طيب المحببه حلو. او المفضله بالنسبه له مره في اليوم. الوجبة ما بالضرورة تكون كمية كبيرة، هي بس الكمية اللي حياكلها في الوقت الحالي في خلال نص ساعة فقط. بغض النظر عن الوجبة دي شنو، ملح، سكر؟ هي الوجبة يكون قوامها شبه صلب، ما تكون حاجة سائلة عشان ما يترسخ في طرف الكوباية وتبقى جرعة صغيرة لأنها كلها جرام. وما تكون حاجة يعني سخنة شديد درجة حرارتها فوق ال 60 درجة مئوية، لأنه السخونة الزيادة عن اللزوم ممكن تخلي الطعم يظهر. فنحن عايزين وجبة في درجة حرارة الغرفة، قوامها شبه صلب، ممكن تكون رز بلبن، ممكن تكون زبادي، ممكن ملاح بكسرة بس ما حار يعني. كستر. أي كستر واتيفر، الحاجة اللي هو بيحبها بس وهي وجبة. جميل. طيب السعر كيف؟ طيب، السعر ممكن نقول أكثر من جميل. للأطفال في مناطق الحروب والنزاعات فيتامين يقدم مجانا.
وفي بقية المناطق الأخرى بسعر مدعوم تماما، حاليا متوفر كسعر بيع مباشر للمستهلك 140 جنيه. العبوة فاسد 30 ظرف، بتكفي شهر لشهرين حسب حوجة الطفل. طيب عايزين نشوف تواجد المنتج ده فيتامينه في كل بيت، مدى أهميته الكبيرة لما ست البيت أو الأم تطلع الصباح للسوق سوبر ماركت أو غير، محتاجة إنه تجيبه يكون في كل بيت، فمحتاجين إنه لدرجة أهميته الكبيرة إنه يكون في أي بيت في رأيك؟ طبعا أكيد هو حاجة يومية ضرورية، لأنه نحن ما بقت فكرة إنه مكمل غذائي وناخذه، هي بقت فكرة مشكلة عايزة معالجة منتشرة في المجتمع. عشان كده جات الاوتدور سيل في الشوارع وفي التلفزيون وفي الراديو، لانه هي بقت مشكله بتاعت مجتمع. حتى ايفن يعني وزاره الصحه السودانيه والعالميه واقفه في الموضوع ده، لانه هو مشكله حقيقيه. جميل. طيب يا دكتوره، نحن عاوزين نواصل معاك اكثر في معلومات لسه عاوزين نشوفها مع بعض. نستاذنك وكل مشاهدينا الاعزاء فاصل ونعود لنتواصل معكم عبر صباح الشروق، خليكم معنا دائما. مواصلين معاكم دفقنا الصباحي الحي، ولسه متكلم عن المكملات الغذائية دكتور رفقة الدكتور رؤى عاطف، أهلا بك من جديد. أهلا وسهلا. طيب تكلمنا عن فيتامين وتفاصيله الكثيرة، لو تكلمنا عن جانب آخر والسودان من دول العالم الثالث، معروف يعني بسبب مشكلات كثيرة جدا سوء التغذية هو حاصل حتى للاعتماد على وجبة رئيسة معينة، فنتكلم عن أسباب سوء التغذية بالنسبة للأطفال في السودان عموما. طيب احنا ممكن نذكر أهم ثلاثة أسباب أساسية. أولها هي قلة أصناف الطعام المتقدم للطفل من حيث التنوع الغذائي ذات نفسه، فأغلبنا عايش على الفول الطعمية كذا. فليه؟ يا إما يكون في مشكلة يعني مادية بالنسبة للوضع الاقتصادي الراهن في عدم التوفر بتاعه من ناحية مادية، أو هي أصلا في البلد ما متوفرة. فلو لاحظت في الفترة الأخيرة إيفن كان الفواكه في بعضها بقى ما موجود في السودان، فهذا السبب الأول اللي هو قلة أصناف الطعام المتقدم للطفل. الحاجة الثانية فقر الأصناف المقدمة للطفل ذات نفسها من حيث المحتوى بتاعه أو الكثافة التغذوية أو كمية الفيتامينات والمعادن اللي فيها. فأنا ممكن أكل مكرونة هي في النهاية، لكن كان أكلت صحن كان أكلت صينية هي في النهاية كربوهيدرات، ما استفدت حاجة. السبب الثالث مرات العادات الغذائية السيئة، نحن بنعمل جزء كبير منها أو هي ممكن تكون منها أو بسبب وجود مكون في الوجبة أو بعدها تسبب في إعاقة بتاع امتصاص المغذيات دي. فمثلا الألياف بتعمل إعاقة لامتصاص بعض الفيتامينات، نحن بناكل عادي حتى نتغدى وبنشرب الشاي طوالي، الشاي بيعيق امتصاص الحديد نسبة لوجود التنين فيه. فعاداتنا الغذائية ذاتها محتاجة تتعدل وتتغير. بناكل الفواكه بعد الوجبة، هي المفروض تتاخذ قبل الوجبة عشان الجسم يقدر يستفيد منها، ومحتاجين تعديل في سلوكنا رقم واحد. جميل. طيب تعديل في السلوك وتتواصل حاجات كثيرة جدا، حنمشي لمحور ثاني. بعد ما الأم تستخدم فيتامينه مع الطفل، شنو هو تأثيره على الطفل؟ خلينا نربطه لك طوالب المدة الزمنية لاستخدامه، يعني عدد العبوات وما إلى ذلك. طيب حسب توصيات وزارة الصحة العالمية، أي طفل دون سن الخامسة من 6 شهور ل 5 سنين مفروض ياخذ 90 ظرف فيتامين، واللي هي 3 عبوات. قد تكون على مدة زمنية بتاعت 3 شهور متواصلة إذا كانت ظاهرة عليه واحدة من أعراض نقص التغذية. إذا كانت ما ظاهرة عليه أعراض حناخذ يوم بعد يوم، في المدة الزمنية هنا حتكون 6 شهور. فهم 90 ظرف يتقسموا على 3 شهور بمعدل ظرف يوميا أو على 6 شهور حسب حالة الطفل القدام. يعني مثلا سريعا كده عن ضيق الزمن، هل ممكن نستخدمه للرضع وهل بيأثر لهم مشكلة بالنسبة للرضاعة الطبيعية واستخدام فيتامينه؟ الرضع من عمر 6 شهور ممكن نبدأ نستخدم فيتامينه، لكن أقل من 6 شهور ما ينفع يبدو فيه فيتامينه، لأنه بنعتبر أنه حليب الأم كافي جدا لكل احتياجات الجسم.
مع ذلك بعد الست شهور الأم بتواصل في رضاعته الطبيعية وتأخذ فيتامينه للضمان صحة ونمو. جميل. دكتورة روعة عاطف الصيدلانية المتخصصة في مجال المكملات الغذائية، سعيدنا جدا بك عبر صباح الشروق. شكرا جميلا. شكرا لكم.